السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم عند حسين الداودي، بائع لوازم الفقاسات والدجاج. جبنا لكم واحد البياسة صغيرة بزاف سميتها الفارياتور، كتحكم في السرعة ديال الفونتيلو أو المروحة، يعني رغم صغر الحجم ديالها إلا أنها عندها واحد الدور كبير بزاف، وغتنفع الناس اللي عندهم مروحة مجهدة وكيبغيو ينقصوا ليها من السرعة ديالها. وطريقة الاستعمال ديالها راه سهلة، كتدخل ليها 220 وفيها أربعة ديال لي بور هاما كما كتشوفوا، فيها أربعة، جوج كيدخلوا منها تيدخل منها 220 وجوج الأخرين كدير فيهم المروحة، يعني راه سهلة في الخدمة. والتحكم في السرعة ديال المروحة كاينة هادي، هاهي كتحكم بها من هنا، يعني سهلة بزاف والدور ديالها مهم. الثمن ديالها 60 درهم. يلا تبارك الله عليكم الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.